مساك الله بالخير يوسف. مساك الله بالخير محمد. شلون الصحة؟ خير الله يسلمك. هذا سلام كورونا. لازم الحين إجراءات صحية. وطبعاً وهذا يدل صراحة على توعية الناس بأهم الإجراءات الصحية في مواجهة كورونا. مساكم الله بخير مشاهدين الكرام وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خطوات صحية. أهلاً وسهلاً فيكم مشاهدين الكرام في حلقة متجددة من حلقات برنامجكم الأسبوعي خطوات صحية، واللي نقدم فيها من خلالها خطوة بخطوة نحو مجتمع آمن صحياً. ولأن محمد برنامجنا يسلط الضوء على الأمراض المزمنة وإحنا دائماً هدفنا الوقاية قبل حدوث المرض، خلكم معنا وإن شاء الله تستفيدون من فقراتنا. وعلشان كذي أيضاً يوسف موضوع حلقتنا اليوم موضوع متجدد، خلونا نتابع مع بعض هذا التقرير ونكمل مع بعض باقي فقرات حلقتنا اليوم. الذبحة الصدرية هي نوع من ألم الصدر ينتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب، وهي من أعراض مرض الشريان التاجي. وغالباً ما توصف الذبحة الصدرية، والتي تسمى أيضاً بالخناق الصدري، بأنها شعور بالضغط أو الضيق أو الألم في الصدر. وعلى الرغم من أن الذبحة الصدرية شائعة نسبياً، فإنه لا يزال من الصعب تمييزها عن الأنواع الأخرى من آلام الصدر. لذلك دائماً ينصح أطباء القلب أنه إذا شعر المريض بألم غير مبرر في الصدر، فيجب طلب الرعاية الطبية على الفور. مثل ما شفنا بالتقرير اليوم، الأمراض القلب بشكل عام هي أمراض إحنا نعتبرها أمراض كريتيكال مهمة يعني وخطيرة صراحة، والناس دائما تخاف منها وتحاتيها بزود. فاليوم شلون نقدر نفرق دكتور ما بين الألم إذا جاء حق واحد ألم في الصدر، شلون نعرف إن هذا ألم له علاقة بالقلب أو ألم له علاقة بأمور ثانية؟ سؤال جدا مهم دكتور محمد. أمانة بسبب وجود القلب في المنطقة هذه من الجسم، أي إنسان يحوشه أي ألم أي نغزة أي شيء، أول شيء يطري عليه القلب، وهذا نوعا ما منطقي إلى حد ما. لكن الجميل بالموضوع أن 95% من الآلام اللي في هالمنطقة هذه ما لها علاقة بالقلب، بمعنى أنه القلب يعني يكون بالمنطقة هذه في المعدة، في القولون، الجزء الأعلى من القولون، في العظام، المضاريف، الجلد، مرات يكون عنده شد. وعلى سبيل المثال احنا للأسف بالكويت ما عندنا إحصائيات دقيقة، لكن على سبيل المثال في الولايات المتحدة في تقريبا 6 مليون زيارة للطوارئ بسبب ألام القلب، 4 مليون زيارة للعيادات بسبب ألام القلب. هذا يعتبر رقم كبير دكتور. جدا. ايه وجميل الموضوع أن 95% من هذه الزيارات ما لها علاقة بالقلب. نعم. حتى كلامك على متم دكتور، يعني احنا حتى في عياداتنا قاعد نتابع نشوف الآلام هذه. صحيح. سواء في مراكز الرعاية الصحية الأولية أو غيرها. صحيح. طبعا فهد يعني ما قاطع كلامك بخير، بما أن موضوع حلقتنا اليوم يعني عن أعراض الذبحة الصدرية، ودنا تعرف أكثر المشاهدين شنو أعراض هذه. جميل. قبل ما أدخل بالأعراض، أول خلنا نعرف شنو الذبحة الصدرية. طبعاً الذبحة الصدرية هي عبارة عن تضيق في شرايين القلب. القلب مثل ما أنتم عارفين هو مضخة الجسم، هو اللي يغذي الجسم كامل بالأكسجين والدم. فمهما يعني إذا كان في تضيق بهذه الشرايين اللي تغذي القلب، هذه يسمونها ذبحة صدرية. الجلطة مختلفة تماماً. الجلطة هي عبارة عن انسداد كامل في هذه الشرايين. الأعراض إلى حد ما مشابهة في الحالتين، لكن دائما احنا نوصي مرضانا خاصة المرضى اللي كان عندهم يعني ذبحات صدرية في السابق، ان ألم الصدر دائما ما يكون في الجزء هذا من الجسم، يعني في المنطقة فوق دكتور هني قصدك. بالضبط في المنطقة الوسطى من الجسم. تمام. هذا في الغالب. تمام. هي طبعا موازنة، يمكن الألم يكون عند سين من الناس غير عن صاد من الناس، لكن في المجمل الألم يكون في المنطقة هذه. مثل ما احنا عارفين مع بذل المجهود الانسان يحتاج الى نبضات زياده، فمع بذل المجهود القلب يحتاج انه يشتغل، اذا كان في قصور راح يزيد الالم. فغالبا الام القلب او في معظم الاحيان تزيد مع المجهود وتقل مع الراحه. ودكتور تختلف الاعراض بين الذكور والاناث؟ طبعا في الحقيقه الاناث يكون عندهم اعراض مصاحبه،
ونفس الألم، لكن يكثر عندهم الغثيان على سبيل المثال، الرقعة، يكثر عندهم ضيق النفس. مرات الأعراض تكون في الجهة العليا من البطن أو تقريبا في منطقة المعدة. فغالبا احنا نوصي النساء تحديدا ان الاعراض غالبا ما تكون الاعراض اللي هي مثلا الشائعه عند الرجال تحديدا. نعم. او المدخنين او كبار السن. نعم. ففعلا النساء نوعا ما يختلف عندهم الاعراض. دكتور، مثل ما تفضلت توك يعني عن اعراض الذبحه الصدريه، انزين متى نقدر نقول حق المريض انه روح راجع المستشفى؟ طبعا دكتور محمد، المستشفى يعني في عندنا ساعه ونص في الجلطات القلبية نسميها الساعة الذهبية. في كثير من الأحيان ناس يصير عندهم مثلا لا سمح الله جلطة وهو في البيت، خاصة انتشرت أيام الكورونا، وإذا تذكرون أيام الحظر الكلي وكذا، كثير من المرضى كان عندهم جلطة وقاعد بالبيت. الساعة ونص هذه يسمونها الساعة الذهبية، لما الشريان يسكر 100% العضلة ما زال فيها حياة لمدة تقريبا ساعة ونص، وراح التدخل بالقسطرة راح يفرق حيل مع الإنسان. لذلك احنا يعني دائما ننبه على المرضى، إذا كان عندك ألم شديد بالصدر مع تعرق مصاحب بضيقة نفس، الألم استمر إلى أكثر من 10 دقائق إلى ربع ساعة، بهالحالة يجب التوجه إلى أقرب مركز حوادث أو الاتصال بالإسعاف. ممتاز. بالحالة هذه شنو ممكن يأخذ المريض يعني على عجالة دكتور قبل أن نطلع الفاصل هذا؟ طبعا المريض أمانة هو بالبيت يعني ممكن يأخذ أسبرين، لكن بشكل عام إحنا أهم شيء إنه يروح إلى المستشفى في أسرع وقت. أسرع وقت ممكن، لأن عندنا ساعة ونص هي اللي نسميها الساعة الذهبية أو الساعة ونص الذهبية إن صح التعبير، اللي ممكن ندخل بسرعة ونسوي قسطرة بطريقة يعني عاجلة أو طارئة لفتح الشريان. ممتاز دكتور، يعني مثل ما تفضلت ان عامل الوقت جدا مهم اعزائي المشاهدين في علاج الذبحات الصدريه. خلونا مشاهدين الكرام نتابع معاكم فقره زادك دوائك ونرجع لكم. موضوعنا اليوم عن الامراض المزمنه وخصوصا امراض القلب وبالاخص الذبحه الصدريه. طبعا مثل ما احنا نعرف ان التغذيه لها عامل كبير في الوقايه وعلاج الذبحه الصدريه. طبعا العناصر الغذائية المتنوعة وبالأخص الأكل الصحي أكيد يفيد بشكل عام أمراض القلب، ولكن في عناصر غذائية خاصة لهذا المرض مثل الدهون. طبعا مثل ما احنا عارفين ان الدهون عندنا نوعين، عندنا الدهون المشبعة والدهون الغير مشبعة. الدهون المشبعة بالأخص اللي موجودة في المقليات، اللحوم الحمراء وغيرها من المواد او الأكلات المصنعة مثل الحلويات، هذه الدهون المشبعة تضر بشكل مباشر بأمراض القلب. البديل أو الحل الأمثل أن المريض يقلل من استخدامه أو يقلل من أكله للدهون المشبعة ويستبدلهم بالدهون الغير مشبعة مثل الأفوكادو، المكسرات وزيت الزيتون. وطبعاً بما أن إحنا ذكرنا عن العناصر الغذائية، لازم بالضرورة نذكر طريقة الطبخ لأنها تأثر بشكل كبير في نسبة الدهون اللي الجسم يتناولها. فعشان كذي دائماً ننصح بأن إحنا نستبدل المقليات أو طريقة القلي بأن إحنا نستخدم السلق أو طريقة الطبخ على البخار أو المشوي. فهذا كان موضوعنا عن الذبحة الصدرية، وذكرنا أن الدهون لازم أن احنا ننتبه لها بشكل خاص. ونحدد بالذكر الدهون لأن إذا الشخص تناول يعني مستوى كبير من الدهون وارتفعت الدهون في جسمه خصوصا الدهون الثلاثية، هذا يعطينا مؤشر كبير أن الشخص ممكن يتعرض إلى ذبحة صدرية بسبب تراكم الدهون في دمه. نصيحتنا اليوم لأعزائنا المشاهدين بأن دائما نتناول الأكل الصحي وبالأخص حق الأمراض القلبية، أن احنا نقلل من مستوى الدهون ونبدله بالدهون الغير مشبعة مثل ما ذكرنا اللي هو زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام من فقرة زادك دوائك، وشفتوا معنا شلون النمط السلوكي الخاطئ في التغذية ممكن يأثر على الأمراض القلبية. دكتور شنو تعليقك على هذا التغذية؟ طبعا دكتور يوسف، هذا يعني أمر جدا مهم أمانة. لاحظنا في الفترات السابقة كثرة الجلطات عند صغار السن، يعني أنا ما أتكلم عن فترة بعيدة قبل 10 سنين، لما نشوف واحد عمره بال40 نقول واحد صغير صارت فيه جلطة. هالأيام للأسف نشوف ناس بنص 20s ونص 30s وعندهم جلطات قلبية. شو السبب دكتور؟
في الغالب احنا امانه نشوف ان نمط الحياه اليوم تغير عن 30 40 سنه 50 سنه. اليوم الاكل غير الصحي انتشر بشكل يعني مو طبيعي خاصه عند الاطفال بالضبط. فصار الطفل اليوم من يعني تلقى الطفل خلاص هذا الطبيعي بالنسبه له الوجبات السريعه، الطبيعي بالنسبه له الحلويات، الطبيعي بالنسبه له عدم الحركه. لذلك هو يكون يعني على مدى سنوات متربي على الشيء هذا، يوصل عمره بنص العشرين نص الثلاثين ويصير مع الجلطه. انا اعتبرها هي اركان واشياء يعني كل واحده تكمل الثانيه. التغذيه السليمه رقم واحد، اثنين ممارسه الرياضه، رقم ثلاثه اللي هي الالتزام بالعلاجات اذا حصل الموضوع كالجلطه مثلا او السكر او الضغط وما الى ذلك. فاعتقد انه يعني احنا عندنا معضله اليومين هذه بسبب يعني ما اقول قله الوعي، للامانه الوعي موجود وزايد صراحه الفتره اللي طافت بالضبط. يعني نعم. امانه يعني حتى اللي يعني في وسائل التواصل الاجتماعي والتثقيف المعلومه اعتقد انها موجوده لكن تطبيقها شوي صعب. نعم صحيح محمد. يعني انت قاعد تشوف معانا بالعيادات احنا المرضى اللي قاعد يقول لنا ممكن بسبب ازمه كورونا وقاعد يقولون القعده احنا ما نبي نسوي رياضه معينه او الاكل الفاست فود قاعد ياثر علينا، لكن مثل ما الدكتور تفضل اعزائي المشاهدين ان الوقت تو الناس تقدرون باذن الله ان شاء الله بممارسه الرياضه ونمط غذائي سليم ان شاء الله تقدرون باذن الله تتجنبون الذبحات الصدريه. دكتور هذا جني حق الذبحات الصدريه، شنو اعراض الذبحات الصدريه دكتور؟ طبعا اهم عرض من اعراض الذبحه الصدريه اللي هو ضيق النفس او عفوا الالام الصدريه اللي تكلمنا فيها بالالم اللي يكون بس المنطقة هذه من الجسم، مرات يروح للجهة اليسار إلى الخلف، يختلف يعني وصفه من مريض لآخر. وأمانة أنه بشكل عام هي ضغطة أكثر منها ألم، لكن نفس الثقل دكتور بالضبط، لكن هي من مريض إلى آخر ومن شخص إلى آخر يختلف الوصف. الألم يكون عادة بشكل ثقل، مرات في ناس يوصفها بشكل حرقة وهذا يعني أقل يعني وصفا، لكن أكثر الناس يوصفها كأنه ثقل أو ألم. في ناس يقول كأنه واحد قاعد عليه، واحد يقول كأنه مثلا فيل قاعد عليه، ويستمر لفترة معينة ما يكون لمدة ثواني غالبا، ما يكون والله ما يقدر يحط لك إصبع واحد يقول لك هني، في الغالب يكون يعني كأنه منتشر في جزء معين من المنطقة الأمامية للصدر. ومثل ما قلنا الألم اللي يزيد مع المجهود يقل مع الراحة، احيانا يكون مع تعرق، غثيان، رقعه في القلب وما الى ذلك. دكتور متى نقول خلاص هذا المريض الحين خلاص لازم يحتاج قسطره؟ طبعا هي عوامل مختلفه. طبعا من انا راح تجرني الى شنو راح تتوقع واحد والله صار معه الم، راح الطوارئ على سبيل المثال. صح. رقم واحد احنا ناخذ التاريخ، يعني لما انت توصف لي الالم هذا اهم شيء بالنسبه لي. صحيح. اقدر اقول 70% من التشخيص هو انت شنو تقول لي، شنو توصف المرض، شكوى المريض بالضبط، شكوى المريض. نعم. اول شيء راح نسوي لك تخطيط للقلب، وهو العامل الفارق في تحديد ما اذا كان هناك يعني احتياج لقسطره عاجله او لا، هذا رقم واحد. رقم اثنين يسوي لك بعض التحاليل ومنها انزيمات القلب اللي تبين هل في لا سمح الله تسرب من في الانزيمات في الدم او لا، ومن ثم نحدد اذا كان المريض يحتاج الى قسطره او يلتزم في العلاجات. هناك ثلاث انواع في العلاجات بشكل عام للذبحات والجلطات. رقم واحد هو العلاج الدوائي وهذا جدا مهم، وهذا اعتقد انه راح يكون في اثنين وفي ثلاثه لازم يلتزم فيه. رقم اثنين القسطره، وثلاثه اللي هي عمليات القلب المفتوح. نعم دكتور مثل ما تفضلت قبل شوي قلت انه في ثلاث عوامل اساسيه المريض لازم هو ياخذهم، سواء ببدايه بالغذاء والرياضه والدواء. طبعا خلينا نتكلم دكتور الحين عن دور الرياضه عند مريض القلب، شلون ممكن يساعده في الوقايه من امراض القلبيه؟ طبعا الرياضه عامل جدا مهم دكتور محمد، وامانه هو ما هو شيء صعب بقدر ما هو ان احنا نتعود عليه ونخليه جزء من طبيعه حياتنا. احنا بشكل عام في غالب الاحيان ما احنا متعودين على الرياضه، والرياضه لما نقول رياضه في ناس من تقول رياضه على بالك لازم تروح الجيم وتدش نادي وتسوي حديد، ابدا. احنا الرياضه اللي نتكلم عنها المفيدة للقلب هي 30 دقيقة ممارسة رياضة مشي سريع على الأقل 5 أيام بالأسبوع اللي فيها جهد دكتور، فيها رقعة، فيها تعرق، مو المشي اللي بالبيت عشان نوضح أيضا حق مشاهدين الكرام. طبعا هو المشي اللي قاعد تبذل فيه مجهود مثل ما تفضل دكتور محمد، المشي انك قاعد تحس انك قاعد تتعب، في تعرق، تحس برقعات قلبك شوي قاعد تتحرك، هذا هو المشي اللي نقصد فيه. و30 دقيقة يعني باليوم لمدة 5 أيام بسيطة. صحيح. طبعًا. والجو حلو ما شاء الله الحين. والجو حلو اليوم ما شاء الله. شتوية عاد لازم رياضة. هم بالصيف يعني احنا جونا صيفي لازم نتعود شوي انه نشوف بدائل يعني. دكتور بما ان احنا برنامجنا كثر ما نقدر نحاول نغطي المرض من جميع النواحي، خلنا معاك نتابع فقرة الحركة بره. حياك.
اليوم راح نتكلم عن أمراض القلب والذبحة الصدرية. رياضة مهمة جدا في علاج الكثير من أمراض القلب، وبما أن القلب عبارة عن عضلة فالرياضة تزيد من نشاط عضلة القلب وتنشط الدورة الدموية وتدفق الدم للجسم بالكامل. طبعا أكد العديد من الأطباء بمعهد أمراض القلب في الولايات المتحدة الأمريكية أن نسبة 70% من مرضى اللي يعانون من الذبحة الصدرية يشعرون بتحسن كبير في الصحة بعد ممارسة الرياضة بانتظام. طبعا الرياضة هي وقاية أيضا من الإصابة بأمراض القلب للأشخاص الأصحاء بعد. طبعا هناك عدة إرشادات احنا نوصي فيها، أولا استشارة الطبيب وتضبيط الجرعات الدوائية، الانتظام بممارسة الرياضة على الأقل 3 إلى 5 مرات في الأسبوع لتحقيق الفائدة، تنظيم التنفس، ويجب أن يكون تمارين تحت إشراف مختص. طبعا وننصح بالاقلاع عن التدخين والتدخين السلبي أيضا. طبعا راح نتوقف عن أداء التمارين في حال حسينا في ألم حاد في الصدر، في صعوبة بالتنفس، الدوخة أو الغثيان. الذبحة الصدرية هي أحد الأعراض الناجمة عن انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب بسبب مشكلة في الشريان التاجي. طبعا العديد من الدراسات بينت أن المرضى اللي كانوا يمارسون الأنشطة البدنية وصار عندهم ذبحة صدرية كانوا أقل عرضة للموت بنسبة 60%. يفضل التركيز طبعا على الأنشطة التالية، منها المشي، الدراجة الثابتة، تمارين الأوروبيك أو الهوائية، وتمارين الجزء العلوي. تعتبر رياضة لأمراض القلب هي أسلوب وقائي أساس لا تزيد حدة المرض عندهم وعلاجي بنفس الوقت. ننصح جميع المرضى المصابين بأمراض القلب بالالتزام بأداء التمارين الهوائية وتمارين المقاومة تحت إشراف طبيب القلب وأخصائي علاج طبيعي. وبعد ما شفنا وياكم مشاهدينا الكرام فقرة الحركة بركة واللي تكلمنا فيها عن الرياضة، دكتور الحين أنت مثل ما تفضلت قبل الفاصل قلت أن الرياضة مهمة والمشي ومثل ما قلنا التعرق وفي المجهود، لكن يوم في بعض المرضى عندهم آلام بالركاب، عندهم يعني ما يقدر على المشي، شو نقدر نقدم له نصيحة في هذا اللي المجهود؟ تعذرون دكتور؟ طبعا العذر سهل، لكن أمانة في ناس يعني يصعب عليهم المشي في أكثر من طريقة بديلة، منها السباحة على سبيل المثال. السباحة جدا يعني ممتازة لكل الناس سواء اللي يقدر يمشي أو ما يقدر يمشي. البدائل الثانية في مثلا بعض نفس الأجهزة المشي اللي تكون إنسان قاعد أو نفس البايسكل أو القاري، هذه هم بديل يعني جدا ممتاز لكثير من الناس لأنه يقدر يتحرك في البيت وتصير مدتها نفس تقريبا مدة الرياضة تقريبا بالضبط. وأنا دائما أقول متى ما حسيت بالتعرق ومتى ما حسيت بالرقة أنت وصلت للهدف إلى حد ما. صح. وفي البدايات ما نبي نص ساعة، يعني إنسان عمره كله ما قام يتحرك مو مطلوب منه انه يمشي نص ساعه، لا 10 دقائق خطوه بخطوه خطوه بخطوه ويزيدها تدريجيا الى ان يصل الى الهدف اللي هو نص ساعه 5 أيام بالاسبوع. نعم دكتور، بما ان احنا سولفنا تو عن القسطره ودنا تسولفنا اكثر عن فوائد عمليه القسطره. طبعا بشكل عام فوائد القسطره هي اما قسطره تشخيصيه او قسطره علاجيه. الفائده الاولى ان نشوف شنو موجود، يعني شنو الشرايين اللي مسكره، هل يحتاج دعامات، هل خيار الجراحه خيار افضل، وهذا هو من ناحيه التشخيص. اما من ناحيه العلاج فاذا كان هناك تضيق في الغالب حنتكلم عن تضيق يعني 70% واكثر، يعني في ناس يكون عنده تضيق 50%، هذا ما يحتاجون، هذا ما يحتاج، العلاج جدا يعني ممتاز بالنسبه لهم. وانا دائما اوصف الشرايين مثل عندك البايب، والبايب هو يعني في تضيق 50%، ما زال في تدفق للدم في هذا الانبوب، فمتى ما كان في قصور في تدفق الدم هنا يحتاج العلاج وهي الدعامة. نعم. اللي تخلي الشريان مفتوح لمدة أطول، والهدف أنها تكون مفتوحة يعني إن شاء الله إلى مدى الحياة يعني. صحيح دكتور، شنو أفضل طرق الدعامات اللي موجودة مثل ما قلت تفضلت توك؟ طبعا هو بشكل عام في 3 أنواع من الدعامات. دعامة انسحبت يعني من أكثر من 8 سنوات تقريبا، لكن اليوم الدعامات المتوفرة في الدعامة الدوائية والدعامة الغير دوائية. أمانة نحن بفضل الله سبحانه وتعالى أقدر أقول 100% بالكويت نستخدم دعامات دوائية، وآخر جيل يعني كان في الجيل الأول الجيل الثاني من الدعامات الدوائية، فالله سبحانه وتعالى بالكويت يعني متوفرة أحدث الدعامات واللي قاعد نستخدمها بمستشفياتنا، وجميع الدعامات اللي نحتاجها متوفرة من جميع يعني الشركات اللي تختلف بنوع الدول اللي فيها. دكتور طبعا حاليا وصلنا إلى الفقرة المميزة في برنامجنا، احنا دائما نجمع كل الأسئلة المغلوطة في فقرة تبي الصح إن شاء الله معاك، ودنا نصحح هذه المفاهيم. جاهز دكتور؟ جاهز.
وصلنا معاكم فقرة تبي الصح، واللي من خلالها راح نصحح المفاهيم الخاطئة. جاهز دكتور؟ جاهز. تمام، حاليا جمعنا لك بعض الأسئلة ودنا تعطينا إذا هي كانت صح أم خطأ. تفضل. دكتور يقول لك السمنة هي من أهم مسببات الذبحة الصدرية. صحيح. صحيح؟ 100%. تمام، مريض القلب يقول لك لا يستطيع أن يتعايش بشكل سليم. 100% خطأ. ممكن أن يمارس حياته بشكل صحيح؟ جداً، وفي ناس يعني تصير نقطة يعني بداية جميلة في حياته لتصحيح كثير من الأمور. ممتاز. دكتور يقول لك خلطة الثوم والليمون كفيلة بالقضاء على الذبحات الصدرية. هذه 100% خطأ. ها أكيد يعني. صحيح. مشاهدينا الكرام، هذا أكثر سؤال تكرر معنا، خلطة الثوم والليمون ما لها أي شغل في علاج الذبحة الصدرية. دكتور تمام، يقول لك طب الأعشاب كافي إنه أول ما تأخذ أنت الأعشاب ما تحتاج تأخذ أي أدوية ثانية أو إنك تسوي أي عملية جراحة قلب. غير صحيح. غير صحيح. أبداً. ما في أي دور للعلاجات. غير صحيح. ما في أي. أبداً. دكتور في سؤال وصلني يقول لك ان علك اللبان يعتبر موسع للشرايين، هل هذا صحيح؟ علك اللبان مو موسع للشرايين، لكن بعض الابحاث اثبتت انه له فائده في التهاب مفاصل الجسم بشكل عام، لكن هو ليس موسع للشرايين. دكتور يقول لك الذبحه الصدريه تصيب الرجال اكثر من النساء. صحيح. صحيح. تمام. يقول لك دكتور اللي يعيشون في الاماكن المرتفعه تقل عندهم اصابه في الامراض القلبيه. غير صحيح. غير صحيح. تمام. دكتور يقول لك عقب يعني الواحد اذا كلى على طول كذي وراح نام، هذه من اسباب ان الواحد تحوشه ذبحات صدريه. بشكل عام غير صحيح. يعني دكتور يعني عادي الواحد ياكل، الافضل ان نبتعد عن الاكل، لكن ما في ارتباط مباشر بين الاكل والجلطات، لكن الافضل ان الانسان يبتعد عن الاكل يعني في وقت متاخر من الليل او على الاقل ساعتين الى ثلاث قبل النوم. دكتور الجمهور يسال دائما خصوصا حاليا موسم الكشتات والبر أن المأكولات الشتوية تسبب أمراض القلب أو الذبحات الصدرية، هل هذا صحيح؟ بشكل عام غير صحيح، لكن الأكلات اللي تسبب أو قد تساعد في تسبب الجلطات اللي هي الأكلات المشبعة بالدهون، المقالي، كثرة يعني اللحوم وما إلى ذلك، لكن بشكل عام المأكولات الشتوية ليس لها علاقة مباشرة. كل الشكر لك دكتور. مشاهدين الكرام كذي نكون خلصنا معاكم فقرة تبي الصح، والدكتور ما قصر جاوب لنا كل مفاهيم الخاطئة. خلكم معنا في باقي فقرات برنامجنا خطوات صحية. مشاهدينا الكرام علشان تكتمل الصورة خلونا نشوف مع بعض تقرير خيارك، واللي راح نسلط فيه الضوء على جانب مهم من الجوانب اللي نغطي فيها مشاكل القلب بشكل عام وهو الجانب النفسي. خلونا نتابع معاكم هذه الفقرة ونرجع لكم إن شاء الله. كل دقيقة تمر مهمة للشخص اللي عنده جلطة بالقلب. الوصول المستشفى بشكل عاجل ممكن ينقذ حياة المريض في هذه الحالات بإذن الله. طبعاً عشان تفهمون الموضوع أبسط لكم إياه، القلب هو عضلة كبقية العضلات بالجسم وتحتاج للدم والأكسجين علشان تؤدي وظائفها، لكن لما تصير الذبحة الصدرية أو الجلطة القلبية فجأة يصير انسداد بالشرايين اللي تغذي القلب، نسميها شرايين التاجية. لما يصير هذا الانسداد وما ننقذه بالوقت العاجل، هني ممكن تصير ذبحة صدرية اللي هي عبارة عن ضرر أو موت جزء من عضلة أو خلايا القلب. لما يصير هذا الانسداد الفجائي بسبب جلطة ممكن المريض يبدأ يحس بأعراض على جسمه. أهم هذه الأعراض لازم تعرفونها، لأن بسرعة لازم نودي المريض للمستشفى. أهم هذه الأعراض هو الشعور بألم شديد في منتصف الصدر، يوصف الألم على أنه ثقل أو أنه شيء مثل الانقباض. ممكن المريض يحس بالألم هذا أيضاً في منطقة ثانية بجسمه، ممكن يحس فيه بالكتف، في الرقبة، بالفك، أو ممكن حتى في الذراع أو اليد اليسرى. أيضاً ممكن يحس المريض بأعراض مصاحبة للألم هذا، ممكن يحس في ضيق بالتنفس، تسارع بالقلب، دوخة، تعرق، غثيان وترجيع، كلها أعراض ممكن تكون مصاحبة للسكتة القلبية أو الجلطة القلبية. إذا كان الشخص عنده هذه الأعراض ضروري جداً يتصل على الطوارئ على الإسعاف على طول، وصولاً للمستشفى بالوقت المناسب ممكن ينقذ حياته. نفس ما قلت لكم يتم تشخيص الجلطات القلبية من خلال عمل تخطيط للقلب ومن خلال فحص دم لشيء اسمه إنزيمات القلب، من خلالهم نقدر نشخص وجود جلطة قلبية أو لا. وبعد ما نتأكد من التشخيص يعتمد العلاج على مكان هذه الجلطة. وبعد ما يتعالج المريض من ذبحة صدرية مهم جداً المتابعة والالتزام بالأدوية.
طبعا العديد من المرضى بعد الذبحة الصدرية يصير عندهم مشاكل نفسية، هذا الشيء موثق في الأبحاث والدراسات. ومن أكثر المشاكل النفسية اللي ممكن تصيب الإنسان بعد حذوف جلطة هو الاكتئاب. ممكن يحس المريض بحزن، ممكن يحس بأن الأشياء اللي كان يستمتع فيها ما قام يستانس أو يستمتع بممارستها، ممكن يبدأ يحس عنده مشاكل بالنوم، أرق، أو أنه يبدأ ينام بشكل زائد عن طبيعته. أيضاً شهيته للطعام ممكن تقل أو ممكن تزيد عن طبيعته، مشاكل بالتركيز، ممكن يبدأ يحس بخمول وتعب دائم، ممكن تبدأ تيجي له أفكار سلبية، يصير عدم الرضا عن نفسه، عن الناس، عن العالم، يفقد الأمل بالحياة، ممكن يبدأ يفكر بتفضيل الموت على الحياة. كل هذه الأعراض ممكن تكون دليل على وجود الاكتئاب، وهو شيء يصير بالكثير من الأمراض المزمنة، واحدة منها هو بعد الجلطات القلبية. يوسف، لكل بداية نهاية. مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، واللي نتمنى أن احنا قدمنا لكم الخطوات الصحيحة لمواجهة الأمراض القلبية. إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتم من حلقتنا اليوم وصححتوا بعض المفاهيم الخاطئة. نتمنى لكم ولقلوبكم السلامة من كل شر يا رب. نشوفكم الحلقة الجاية. ما تشوفوا إن شاء الله.